اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على القناه. يسعد صباحكم مساكم من وين عمالكم بتتابعوا، من اي دوله وباي وقت. السؤال اليوم اجا من متابعه، سؤال كتير كتير مهم كتير حلو، بعطيها كل التحيه. هلا السؤال اليوم اجا من متابعتنا، سؤال كتير كتير مهم وكتير حلو، انه انا عندي اطراف اصطناعية بس وزني عماله بيعلق، ماله بنزل مثلا شوي بعدين برجع بيعلق، كل فترة بنزل له مثلا نص كيلو بعدين برجع بعلق. هلا اول شيء بدي احييكي تحية رائعة، يعني على الموتيفيشن اللي انت بتعطيه للناس وعلى التحفيز اللي انت بتعطيه للناس، عشان الناس تشوف اللي قاعد بالبيت وما بيعمل ولا اشي وما بتحرك، هاي في ناس عندها ظروف معينة اطراف الصناعية ولسه بتتمرن. التمارين برغم الاصابات بامكانك تتمرن شو ما كان وضعك وشو ما كان عندك. اكبر اثبات متابعتنا وصديقتنا اللي بعتت السؤال. هلا موضوع الوزن وليش الوزن بيعلق وليش الوزن مثلا بيرفع لفترة معينة بعدين انا عمالي بحاول انزل بوقف، يعني بطلع انا بالبروغرس لهون بعدين بيكون ماشي 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 بعدين بوقف، بعدين بصير شوي صغيرة بعدين بطلع شوي بعدين برجع بوقف، البروغرس بصير كتير بطيء. هذا بيعتمد على اكتر من عامل. هلا العامل الاول انه واحد بلش دايت اول مرة، فاول مرة ببلش فيها الدايت الجسم بصير ينزل من المي، المي اللي عنده بتكون 5-6 كيلو 7 كيلو بتنزل مرة واحدة، بنعمل دروب بعدين ببلش انا احرق دهون، دهون صافية من الجسم، بصير الجسم ياخذ من كل شيء عنده. هلا بدي افترض انه انت مشيتي على الدايت او ماشي على دايت معين وعمالك بتعملي التمارين بطريقة معينة، يعني كافتراض لانه انا ما بعرفك فما بعرف الحالة كاملة ما بعرف الوضع مزبوط، فانا راح افترض انه انت ماشي على دايت معين وماشي على نظام تمرين معين. هلا نظام التمرين بيفرق معاكي شوي، اوكي، الدايت بيفرق معاكي كتير، فتركيزنا بالويت لوس، دائما انا بحكي بالوزن بخسارة الدهون بخسارة الوزن، التركيز اكتر على الاكل مش على التمرين. التمرين هو يعني بيزيد وبعطينا البوست، فالتمرين هلا راح احكي لك عنه، بس بدنا نركز اول شيء على الدايت. الدايت تبعك اذا انت مشيت على دايت معين مثلا، والله انا كنت ماشي على دايت بلش ينزل وزني ينزل 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 بعدين مره واحده وقف، لما وقف وزنك شو معناته؟ معناته انه جسمك تعود. هلا الجسم ربنا خاله انه فيه حالات مثلا نقص الاكل نقص المي نقص هذا بيتعود الجسم في حالات اللي بتصير فيها مثلا الكوارث والكوارث الطبيعيه والهاي، بامكانه تو ادابت very very quickly، يعني بامكانه انه يتعود على الشيء اللي صار بسرعه. فانت لما تمشي على الدايت على فتره معينه وما تغيري هذا الدايت ما تعملي بريك منه، عشان هيك احنا بنعمل التشيت ميل، الجسم راح يتعود فبصير بوصل مرحله اللي هي بصير فيها ستيبل هاي، انه خلص والله انا عارف انه جمال اليوم راح يعطيني الصبح بيضتين وبعد العصر راح يعطيني صدر دجاج وبالليل راح يعطيني كمان صدر دجاج وقطعتين بروكلي. بالاول بيكون الجسم مش متعود فهذا اشي جديد عليه فبصير يتفاعل معه انه هذا نظام جديد. لما يصير الموضوع كتير ستيبل الجسم بقول لك انا خلص فاهم هلا شو راح اعمل، فراح اضلني بهاي المرحله بصير يحرق شوي شوي. فالطريقة اللي احنا رح نشتغل عليها انه احنا ممكن نغير الدايت كامل، فانت بتشوفي مثلا شو اللي كان ماشي معاكي لفترة وبعدين بتروحي بتغيري عليه تغيير كامل. تغيير كامل زي ايش؟ مثلا لسه انا عمالي بدخل شوية سكريات في هذا، بحاول اقطع مثلا شهر كامل بدون سكر ولا اشي، خلينا بدي اجرب. ودائما شوفي يعني الك ولجميع اللي عمالهم بسمعهم، الواحد كل جسم بيختلف عن الثاني، فممكن انت جسمك هلا يجي حدا يعطيك احسن دايت في العالم وما يمشي معاكي، وممكن انت تغيري تغيير كتير بسيط بس بنفع لجسمك انت، تلاقي التغيير
طار، يعني صارت تغييرات خرافية. فاللي بدي اياك تعمليه اللي هو trial and error. اوكي trial and error ايش يعني؟ بس بنعمل باشياء بسيطة، بوقف الخبز شوي بشوف هل فرق، بوقف السكر شوي، بس طبعا شوي يعني انا بحكي اعطيه فترة منيحة اللي يمشي عليها يتحسن فيها. مثلا كنت ماشي على نظام الكيتو او كنت ماشي على نظام الفيجيتيري، انا عاملة 30% كارب 30% فات 40% بروتين، ممكن اجرب ارفع البروتين شوي انزل الكاربس شوي انزل الفاتس كمان شوي، ممكن اعمل كارب سايكلينج، ممكن اعمل كيتو، ممكن اعمل، طبعا انا مش من محبذين الكيتو ما بحبه كتير، بس يعني كتجربه بامكانك تجربي. بس انت تغيري الدايت اللي عمالك بتعمليه، فانت لما تغيري الدايت اللي عمالك بتعمليه بتعملي شوك لجسمك، لو عملتيها اسبوع اسبوعين ورديتي رجعتي للدايت القديم اللي كنت عليه ممكن جسمك يمشي، ممكن تلاقي انك تحسنتي على هذا الشيء. فهذا يعتبر العامل الاساسي، تغيير نظام الاكل ونلعب بنظام الاكل طبعا بدون تخبيص، نضلنا على الاشياء الصحيه. يعني احكي لك انا شو عملت هلا في رمضان وكيف انا بنزل برمضان، يعني اوريدي نازل كيلو باول يومين ثلاثه اوكي، بس انا كيف بنزل في رمضان؟ انا بالعاده عندي وجبات كبيره، وجبات حجمها نسبيا كبير، ففيها البروتين عالي الكربوهيدرات عالية. ليه؟ لأنه أنا حجمي كبير، فأنا كنت عشان أضلني عامل مسل ماس. هلا قررت إنه أنا بدي أنحف في رمضان، بدي أنشف، طب أنا بدي أنزل وزن، شو عملت؟ أول إشي دخلت نظام الصيام المتقطع اللي هو الصيام تبعنا، ما هو الصيام المتقطع أصلا كنظام ماخدينه من الصيام تبع المسلمين. فخلينا نحكي، أنا دخلت نظام الصيام هلأ على جسمي، فهذا إشي جديد، هذا مبدئياً هاي أول إشي جديد دخل على الجسم. تاني إشي بدل ما كمان أفطر يعني على الإفطار على وقت الفطور دايركت، بدل ما أروح على وقت الفطور دايركت، وقت الفطور بروح على الجيم بتمرن، فبشرب مي تمر قهوة وبتمرن أو بري ورك أوت، بخلص تمرين ساعة ساعة ونص. فأنا أجلت كمان حتى الوجبة الأولى اللي جسمي متعود يأخذها مثلا على 8-9 الصبح، صارت أول وجبة عماله بأخذها على 9 بالليل. هذا الفرق الكبير عليه، بلش دايركت عمالي بشوف ريزلتس من أول يومين، فعمالي بأخذ هاي الوجبة. هاي الوجبة بدخل فيها كاربس بروتين عالي، بأخذ وراها كمان وجبة كاربس بروتين عالي، وعلى السحور بس بروتين. هلا جسمي متعود انه خلال النهار طول الوقت ياكل، انقرش من هون اخذ لي حبه كذا من هون، ليه؟ لانه تمريني دائما انتنس، في يعني دائما تارك لحالي بفر، باخذ من هاي من هاي. بالعكس اجيت تك قللت كميه السعرات اللي عمالي باكلها حراريه بشكل عام، رفعت التمرين، زدت وقت الصيام، هيك صار انا ايش عندي نظام كتير مختلف تماما عن اللي أنا كنت فيه، مع إنه التغيير هو بسيط، يعني أنا لعبت بالوقت وشوي صغيرة بالأكل، بس الأكل كان إني نزلت شوية سعرات، وعماله بفرق وعماله بشوفه، جسمي عماله بنشف، من أول يومين في فرق واضح. فهون أنت بدك تعملي شك على الجسم، إشي جديد على الجسم، مش شرط يكون كتير دراستيك، مش شرط يكون كتير غريب، مش شرط إنه والله أنا كنت عمالي باكل 2000 كالوري، أروح أخليهم 1300 مرة واحدة، لا، إحنا لو نزلناهم شوي زدنا الأفورت بالتمرين، غيرت الوقت، هيك أنا بلشت ألعب، راح تلاقي جسمك عماله بتغير. نيجي للشغلة الثانية اللي هي سؤالك الأساسي، طولت عليكي بس سؤال كتير interesting. السؤال الأساسي اللي هو التمرين لحدا مع إصابة أو لحدا عنده ظرف خاص أو لحدا عنده أطراف اصطناعية، بغض النظر شو العامل اللي الواحد حاطه بمخه انه هذا موقفني او مقلل الانتنسيتي اللي انا بقدر اعملها بالتمرين، هذا كله هون. اوكي يعني انا بحييك كل التحيه على الجهد اللي بتحطيه، وانا متاكد ان عمالي بتحط جهد عالي. بامكانك شو مكان الوضع انك تزيد الانتنسيتي تبعت التمرين. هلا لما ازيد انا الانتنسيتي تبعت التمرين شوي، شو عماله بصير عندي؟ بزيد الحرق. اوكي فانا بزيد، بعمل ستيمولانت للجسم فعماله بزيد الحرق. كيف تزيد الانتنسيتي تبع التمرين؟ هلا
ما بعرف انت الاطراف الاصطناعيه وين عندك موجوده، بس اذا لو فرضنا بالرجلين بنصير نزيد الانتنسيتي تبعت الايدين من فوق، بصير الشغل بالايدين من فوق. اذا بالموضوع مثلا باليدين بنصير نزيد الانتنسيتي بالرجلين، بصير الواحد يتحرك، بصير الواحد يركض اكثر، بصير تعمل كارديو اكثر. حتى الكارديو بامكانك تعمل كارديو، في تمارين خاصه للايدين او ماشينز خاصه للايدين للكارديو. بالاطراف الاصطناعيه برضه بامكانك تحركي، بعرف ان الواحد باخذ وقت عشان يتاقلم عليها، بس انا بدي احكي لك على اصابتي الشخصيه لان سكرتيني فيها. انا اصابتي لما كان عملت حادث سياره من 6-7 سنين، حادث السياره حطوا لي بليت كامله برجلي، فمن دخلت من يعني في انا عندي حديده من مفصل الحوض، في مسمارين كبار وفي 5 مسامير داخلين في الرجل في الفيمر. وبنفس الوقت هذا الحادث كان على الجهة اليمين، بنفس الوقت 5 ضلوع بالظهر انكسروا كسر، والكتف انكسر، والكتف ما كانوش أصلا عارفين إنه مكسور. فالجهة اليمين كلها كانت خلص تعبانة، قالوا لي بدك سنة وشوي لترجع تتمرن. هلأ بلشت بعد 3 شهور، طبعا كنت على الووكر وممنوع اتحرك، ما بقدر اقوم من التخت، اروح بس على الحمام وارجع، بعدين على عكازات، وكان العلاج الطبيعي بلشين فيه عشان بس يشغل العضلات شوي. هلا من اول ما بلشت اروح على العكازات رجعت اروح على الجيم، الدكتور كان مانعني والكل كان يحكي لا وكذا، راحت على الجيم. 6 شهور أنا كنت قاعد راجع على الجيم، لأنه هو هذا الإشي الوحيد اللي كان مخليني نفسياً يعني أفرغ من الطاقة. فروحت على الجيم، بدنا نتمرن بالمتاح، أوكي؟ فالتمرين تبعي كان أكتره. هلأ بعد 3 شهور كان الكتف والضلوع تبعون الظهر كان عمالهم بتحسن. أنا متعود أرفع أوزان كثير كبيرة وأوزان كتير عالية وأعمل كارديو كذا، حسيت حالي طبعاً ما بقدرش أعمل ولا إشي. فبلشت شو أعمل؟ أغير طريقة التمرين كاملة، فبلشت بأوزان كتير خفيفة، بس بهاي الأوزان بوصل مرحلة الإجهاد العضلي الكامل. يعني أنا بوصل مرحلة الفيلير، حتى لو حامل 2 كيلو، حتى لو إيدي مش عمالها بترفع. يعني أنا كنت على الليك بريس أرفع 500 كيلو، ماشين الليك بريس كلها ما كنتش أقدر أقعد عليها، بس كنت إذا بوقف وبقعد عن كرسي هذا لحاله جهد، فصرت أزيد هذا الجهد. فإحنا بنشوف وين كمية الجهد اللي أنت بإمكانك تقدري هلأ أنت تعمليه، شو مكان التمرين اللي عم تعمليه. لو بتعمالك تستخدمي ريزيستن باند، لو عمالك تستخدمي مطاطة، لو عمالك تستخدمي أوزان وزنها 0.5 كيلو، بناخد هذا. بس بدل ما أنا عمالي بعمل والله 3 جولات ب10، 3 جولات ب15 كذا، بنحاول نوصل مرحلة الإجهاد العضلي، بنحاول نوصل لمرحلة الفيلير، تعبي حالك على الآخر. إذا بتقدري تمشي بتقدري تعملي كارديو، مكانك مثلا تدخلي نظام السوبر سيت، تعملي شوية مشي شوية كارديو مع تمرين، فإحنا بنرفع الهارت ريت شوي. ما بتقدري تمشي بمكانك تحركي إيديكي، حركي إيديكي، بمكانك بس تحركي كتفك، حركي كتفك. شو اللي عماله بيعمل لك شوية إجهاد زيادة، يرفع الهارت ريت شوية زيادة، هذا رح نزيده. ففي عندك هلا نظام التمرين هو مختلف تماما وعالم كبير. طبعا كل واحد مرن على حسب اصابته وعلى حسب وضعه، بس في عنا تمارين. مشكله الناس بشكل عام انها ما بتتطور، يعني مش بس اللي عنده اصابه، حتى الناس العاديين ما بتطوروا، لانه ماسك في هالتمرين من يوم ما تعرف ودخل على الجيم او من يوم ما عرف شو التمارين وبضله ماشي عليه. يعني حتى الواحد لو بيعمل سباحه، لو بيعمل مشي، لازم يغير في التيمبو، لازم يغير في البيس، لازم يغير في طريقته عشان يضلوا يتطور. فإحنا بدنا نضلنا نحاول نوصل مرحلة التطور. ففي عندك تمرين اسمه السوبر سيت، اللي هو إحنا بنعمل تمرينين مع بعض بنفس الوقت. فإذا أنت والله كنت تعملي تمرين، لنفترض إنه عم ترفع إيدك هاي اللاترال ريزز هيك على السايد، هذا تمرين، والفرونت ريزز على السايد، هذا تمرين، وهذا مثلا تمرين. بصير أدخل تمرينين مع بعض بنفس السيت، فبصير أعمل 10 ب10، هيك صرت أنا أعمل 20 ريب، فأنا عمالي بزيد 10 ب10 وزدت الإجهاد العضلي بدون ما أريح.
فهون انا زدت الجهد على العماله بحطها على العضله، فعمال هالعضله بتعمل افورت اكثر. اذا انت بتتمرني مثلا بتروحي على جيم او عندك اوزان في البيت، ممكن عمالك بتتمرني بوزن معين او بشريط مقاومه معين تروحي تعملي نظام الدروب سيت، اللي هو انه انا ببلش في وزن بعدين بنزل للوزن اللي تحته بعدين بنزل للوزن اللي تحته بعدين بنزل للوزن اللي تحته، بصير عامل لي 30 40 ريبيتيشن هدول كلهم ورا بعض بنفس السيت بدون ما انا عمالي ارفع اوزان. يعني اللي كفيزيكال انت عندك اصابه، بس كناس ما عندها اصابات هو هيك هيك رح يوصل مرحله انه يقدر يرفع والله 15 كيلو بعدين يعلق، وراح يعلق لفتره طويله ليروح ينط على ال 20 كيلو. فهذا بيصير وين احنا بندخل نظام التمرين، بنغير اللود بنغير المجهود اللي عماله بنحط على العضله وبنحط على عضله القلب عشان انا ارفع عمليه الحرق وعشان برضه ارفع عمليه التطور اللي بتصير في الجسم. فهيك انا بدي اياكي اول شيء شوفي شو نظام الدايت اللي انت ماشي عليه، حاولي تغيري فيه اشي معين، وبعدين نظام التمرين اللي انت ماشي عليه. مع انك قلتي لي طبعا برجع بحييكي كمان 100 مرة انك انت مستمرة ومواظبة على التمرين بدون انقطاع، مع انك مستمرة ومواظبة على التمرين بدون انقطاع يعني انت ماشي على نظام تمرين معين، حاولي انك تعملي كمان تغيير في هذا التمرين بحيث انك ترفعي اللود اللي بنحط على العضلات بدون ما انا اضطر اني ارفع اوزان واني ارفع او اغير طريقة التمرين. يعني ما حدا حيكون عنده اصابه رح نيجي نقول له والله انت لو عملت كروسفيت هلا رح تنحف، لا، الفكره انه انا بس العب في الاشياء اللي عندي بطريقه غير فقط لا غير. فاحنا بنغير نظام التمرين. اذا ما عمرك عملتي سوبر سيت ابلشي اعملي سوبر سيت، اذا كنت بتعملي سوبر سيت ممكن تعملي دروب سيت او تعملي جاينت سيت اللي هو بنعمل ثلاث تمارين مع بعض. نظام تمرينك بس غيريه شوي صغيره، نظام اكلك غيريه شوي صغيره، هيك انا بعمل شوك للجسم فالمرحله البلاتو اللي كان فيها ترجع صار إشي جديد على الجسم، برجع انا بتطور من اول وجديد. وهون اذا رجعتي بعد فتره لقيتي حالك بلاتو كمان مره بنرجع نعمل شوك وبنرجع بنغير. هاي هي فكره تشيت ميل وهاي هي فكره تغيير التمارين وتغيير جدول التمرين بشكل عام من كل 4 لـ 6 أسابيع. أنا حكيت عنه فيديو قبل إنه يفضل واحد كل 4 لـ 6 أسابيع يغير تمرينه، يدخل تمارين جديدة، يغير السبليت بالتمرين أو يغير نظام التمرين كامل. ليه؟ عشان يضل مرحلة التطور هاي مستمرة. لا بعد فترة لا يوصل للجسم اللي بده إياه أو للوزن اللي بده إياه بإمكانه يمشي على تمرين معين ويعمل بينتنس مش أكثر. إن شاء الله وزنك رح يرجع ينزل ورح تلاقي إنه جسمك كمان عماله بتغير. وأشكرك جدا جدا على التواصل وعلى الكومنت، بحييكي وبحيي جميع المستمعين اللي كملوا معانا للآخر، يعطيكم العافية.